السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم فيديو جديد من قناة دكان فن. هنشتغل شغل الفريمات دي بألوان الريزن. أنا حضرت ألوان الريزن بتاعتنا. طبعا انت بتحضر نسبة الأيبوكسي حسب الخلط اللي عندك. دي حاجات بسيطة جدا، يعني يفضل الفريمات دي لما تشتغلوها اشتغلوها مع شغل كبير، يعني تكونوا محضرين ألوان لشغل أكبر وتشتغلوها بيها. تمام. لأول مرة يشوف القناة بتاعتنا ما ينساش دعم القناة بسبسكرايب ولايك للفيديو وكومنتاتكم الجميلة، وتابعونا. هنشتغل الفريمات دي من البداية لحد النهاية. أول حاجة محتاجة سليتب شفاف زي كده أو أي سليتب لامع، هنلزق عليه الفريمات، ولازم يكون لامع يا جماعة عشان خاطر يطلع الشغل برضو بيلمع. هنبتدي بقى نثبت الفريمات بتاعتنا. بسم الله. تمام كده. وهنقص اللزق بتاعنا. يفضل ان احنا عشان ما يضايقناش اللزق يعني كتير، هنفصل كل فريم عن التاني، بس نتأكد ان هو اتثبت كويس يا جماعة عشان خاطر ما يسربش الريزن من تحت. بالشكل ده عشان نعرف نتحكم فيهم ما يبقوش شريط مع بعض، الا لو احنا هنعمل لون واحد فمش هنحركهم يعني. تمام بالشكل ده. هنحضر الجلتر بتاعنا والاشكال اللي احنا هنشتغل بيها. تمام. انا افضل احطهم في حاجة سيليكون عشان لو اي حاجة اتسربت منهم تبقى جوه سيليكون. هنحطهم في الصينية دي بتاعت السيليكون. هنبتدي بقى نصب الريزن حسب الالوان اللي احنا مختارينها. مثلا هعمل واحده الفريم بتاع القطه ده، هو مش بياخد يا جماعه ريزن كتير، يعني مش هيكلفنا ريزن كتير، بس محتاج شويه يعني تحكم في الريزن، هنستناه لحد ما يبقى تقيل قوي. عشان ما نطلعش بره الاطار او الشكل اللي احنا عايزين نعمله بالظبط. الكل هيكون سن الحاجات الرفيعة دي.
ده شكلهم النهائي، هنشوفهم بعد ما نركب فيهم السلاسل بتاعتهم. انا سبتهم 48 ساعة اتصلبوا كويس جدا، نبتدي بقى نشيلهم من اللزق. بينا شكلها طبعا رائع. بصوا دي جميلة جدا. ده الظهر بتاعها برضو لامع. اهم حاجة نستخدم استيكر اللي بنقفل بيه الفرام. الفرام ده شايفين ده فيه غلطة ان هو سرب من الجنب. هنشوف، هنشيله بالمبرد، نحاول نشيل كل الزيادة دي بالمبرد لو ينفع. وادي الشكل ده كمان. القطة الصغيرة دي الهلال. والقطتين الجلاكسي دول طبعا افكار كتيرة، بس هي فكرة الاكسسوارات بتاعة الفريم تبقى شيك اوي. هنبتدي بقى مرحلة تقفلهم. بنستخدم حاجة اسمها زرد زي كده، تمام. مثلا هنعمل، نفتح الزرد ده، هنعمل الهلال مثلا. هسيب الزرد مفتوح، هستخدم السلسلة دي تتباع بالمتر، اخد مقاس مناسب، اخد مقاس مناسب واقص. وبركب الزرد في اول السلسلة وفي نهايتها وبينهم القفل ده. كل ده هتلاقوه عند مستلزمات الهاند ميد، تمام. كده السلسلة بتاعتي اهي بالطول اللي انا عايزاه جاهزة. طبعا انا كنت حاطة الزرد في القطة كده اهو، معلش هنفتح. تمام، وهشوف نص السلسلة، نص السلسلة فين بالظبط. يعني هقفلها كده الاول واشوف نصها فين بالظبط اهو كده. واجي اقفل الزرد مرة تانية كده، واسفة قفلت على الفاضي، ثانية واحدة. بالشكل ده تبقى السلسلة بتاعتنا جاهزة، تمام. هكملهم كلهم وهعرض لكم شكلهم مع بعض.